أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، والبداية بالعناوين. العرب اللندنية واشنطن تستخدم العقوبات على إيران لإحداث تغيير في العراق. في الشأن الاقتصادي تتساءل المدى العراقية كيف سيواجه أصحاب الدخل المحدود سيناريو إطالة فترة منع التجوال. وفي تقرير للخليج الجديد كورونا يغير خريطة التواجد العسكري الأجنبي في الشرق الأوسط. من المقالات يكتب حسن مكي في أخبار الخليج البحرينية: المحاصصة تعيق وصول رئيس وزراء نزيه بالعراق. ويتساءل حيدر عبد الرضا في عمان العمانية: هل سنقضي على الفساد في العالم بعد فيروس كورونا؟ فاصل قصير نتابع بعده التفاصيل. أهلا بكم مجددا. قالت صحيفة العرب اللندنية إن واشنطن تستخدم العقوبات على إيران لإحداث تغيير في العراق، وتضيف بالقول: ما تزال الولايات المتحدة الأمريكية تلتزم المراوحة بين الضغط والإغراء في تعاملها مع العراق، وتلوح بإمكانية إحداث تغيير سياسي في البلد بعد أن نجحت الانتفاضة الشعبية في إسقاط حكومة عادل عبد المهدي الواقعة مثل سابقاتها تحت تأثير النفوذ الإيراني. ويقول الكاتب أحمد سعداوي إن مجيء شخص يمثل صقور الشيعة سيضر بمصالحهم في هذه الفترة، فهو إيذان بانعزال أكثر. فيما تؤكد الشرق الأوسط أن واشنطن تعاقب كيانات الحرس الثوري المتورطة في تهريب أسلحة للعراق واليمن، وذلك نقلا عن وزارة الخزانة الأمريكية التي أعلنت فرض عقوبات جديدة على إيران شملت 15 شخصا وخمس شركات إيرانية لدورها في نقل السلاح إلى العراق واليمن. وامتدت قائمة العقوبات لتشمل شركات ومنظمات عراقية ومسؤولين كبارا ورجال أعمال يقدمون الدعم ويعملون لصالح الحرس الثوري الإيراني. أما القدس العربي فتنقل عن وول ستريت جورنال: الميليشيات في العراق تنتقل لنهج أكثر سرية ضد الولايات المتحدة، مما يزيد من تعقيد رد إدارة الرئيس دونالد ترامب على الهجمات ضد القوات الأمريكية. ويقول رمزي مارديني الباحث في معهد الولايات المتحدة للسلام التابع للكونغرس إن الاستراتيجية الآن هي إنشاء مجموعات جديدة يمكنها القيام بالعمل القذر. ومع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران برز العراق باعتباره ساحة للمعركة الرئيسية. وفي الشأن الاقتصادي تتساءل المدى العراقية كيف سيواجه أصحاب الدخل المحدود في العراق سيناريو إطالة فترة منع التجوال، فقد أدخل فيروس كورونا الفزع في نفوس العراقيين. ويرى الخبير الاقتصادي العراقي صالح الهماشي أن الحكومات المتعاقبة بعد 2003 فشلت ببناء مؤسسة اقتصادية حديثة تعمل بنظام متناسق يحافظ على مستوى الدخل للأفراد بكل الظروف، وذلك بسبب فقدانها للهوية الاقتصادية. بدوره يقول عمر عز الدين الناشط في المجال الإغاثي إن التكاتف في مثل هذه الظروف يساعد كثيرا في القضاء على الوباء، ويضيف أنه من خلال عمله الإغاثي واطلاعه عن قرب بالواقع الصحي في العراق فقد وجده سيئا من ناحية البنى التحتية، إضافة إلى وجود نقص كبير في الخدمات العلاجية البسيطة للمواطنين. ويقول تقرير للخليج الجديد: كورونا يغير خريطة التواجد العسكري الأجنبي في الشرق الأوسط، حيث تتجه العديد من الدول الغربية لتقليص تواجدها وانتشارها العسكري في الشرق الأوسط، وتقلص حجم قواتها وربما تنسحب نهائيا من المنطقة خشية إصابة قواتها بالفيروس الذي اقتحم حصون الجيش الأمريكي. كما قررت فرنسا سحب جنودها من العراق والبالغ عددهم 200 عسكري تقريبا. وعلى النهج ذاته أعلنت التشيك سحب قواتها العسكرية مؤقتا بسبب التهديدات الأمنية والمخاوف من انتشار فيروس كورونا. مشاهدينا، وهذه انتقالة إلى الكاريكاتير.
أهلا بكم إلى مقالات الصحف. يكتب مكي حسن في أخبار الخليج البحرينية: المحاصصة تعيق وصول رئيس وزراء نزيه بالعراق. يقول الكاتب: بعد الغزو الأمريكي البريطاني في عام 2003 ارتفع حال العراق إلى مستوى عال جدا من الفساد المالي والإداري عاما وراء آخر، وتراجعت على ضوء ذلك الكفاءات العلمية والإدارية. ويكمل الكاتب بقوله: جاءت انتفاضة تشرين أكتوبر 2019 للتخلص من الهموم والمعوقات الاجتماعية ووقف نهج الضحك على الذقون لسياسة ما بعد الاحتلال. وصدق من قال: فاقد الشيء لا يعطيه. ويكتب عبد الله العمادي في الشرق القطرية: كورونا وقد كشف العالم. يقول العمادي: جائحة كورونا أصابت كل دول العالم تقريبا، لا فرق بين دولة متمكنة ومتحضرة وأخرى ضعيفة ومتأخرة، الكل أمام هذا الفيروس أمسى سواء وانشغل بنفسه تقريبا. ويضيف بالقول: بعد أن تزول غمامة كورونا ستتغير في الدول معالم وخطط وسياسات واستراتيجيات ورؤى، بل ربما تتغير موازين القوى والتحالفات والتكتلات والاتحادات. ولقد صار في حكم المؤكد أن هذا العالم لن يكون كما كان قبل جائحة كورونا. أخيرا يتساءل حيدر عبد الرضا في عمان العمانية: هل سنقضي على الفساد في العالم بعد فيروس كورونا؟ ويرى عبد الرضا أن الكثير من أفراد الشعب العربي يتحدث اليوم عن ضرورة العمل بالنزاهة والإخلاص، وخاصة في المؤسسات الرسمية. ويضيف بالقول: مما لا شك فيه فإن أحد أسباب انتشار الفساد الإداري والمالي يعزى إلى الاختلالات السياسية وإلى الحروب الأهلية والطائفية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى نشوب مزيد من الصراعات في المنطقة وانتشار مزيد من الفساد على مختلف الأصعدة. ويختم متسائلا: هل العالم متوجه اليوم للقضاء على الفساد في مؤسساته كما يحاول جاهدا القضاء على فيروس كورونا؟ مشاهدينا، سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. أرجو تفضلكم بالبقاء معنا. أهلا بكم مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفي عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي السيد عبد القادر النايل. مرحبا بك سيد عبد القادر معنا. أهلا وسهلا بكم وبمشاهدتكم الكرام. أهلا بك. دعنا نبدأ من العرب اللندنية، هناك عنوان: واشنطن تستخدم العقوبات على إيران لإحداث تغيير في العراق. هل هناك تغيير فعلي برأيك؟ أولاً، من المعلوم تماماً أن العراق يخضع لهيمنة متكاملة لإيران، وهذه الهيمنة هي الولايات المتحدة من تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية، كونها البلد المحتل للعراق والتي سمحت لإيران وأحزابها وميليشياتها بالسيطرة على العملية السياسية في العراق وإقصاء العراقيين الحقيقيين. واليوم يشهد العراق تظاهرات واسعة تشمل جميع فئات الشعب العراقي، لا سيما المحافظات الجنوبية، تطالب بإنهاء الدور الإيراني. فلماذا اليوم الولايات المتحدة فقط تستخدم العقوبات الاقتصادية وهناك مجلس الأمن، هناك العراق لا زال تحت البند السادس؟ إلى هذه اللحظة الإجراءات حقيقة بطيئة، والإجراءات ليست بالمستوى الحقيقي في عملية انتزاع العراق من إيران. ولا زالت يعني يوم أمس وصل وفد من الحرس الثوري الإيراني ليناقش من هو رئيس الوزراء في العراق أمام تحديات تكليف عدنان الزرقي وعدم موافقة الأحزاب الموالية لإيران إلا على شخصية منهم، وبالتالي يريدون استمرار أيضا عادل عبد المهدي بهذه المهمة الذي نجح في عملية رعاية المصالح الإيرانية في العراق. نعم. في ذات السياق، ما تزال أمريكا تلتزم المراوحة بين الضغط والإغراء في تعاملها مع العراق، لماذا برأيك؟
لأنه تريد الولايات المتحدة المحافظة على العملية السياسية التي ادعت أنها أسست الديمقراطية في العراق، وبالتالي هي تتكلم أمام دافعي الضرائب الأمريكيين على أنها نجحت في إرساء الديمقراطية في العراق، وهذه أكذوبة يعلمها الشعب العراقي. والآن بفضل تظاهرات ثورة تشرين عارف العالم أكذوبة أن ليس في العراق ديمقراطية، الديمقراطية يعني لا وجود لها، هي مجرد أحزاب سلطت على العراق في رعاية إيرانية وانتخابات مزورة قاطع الشعب العراقي في انتخاباته الأخيرة بنسبة كبيرة منها 80% ويزيد، وبالتالي اعترفت الأمم المتحدة بتزويرها. لذلك حقيقة الولايات المتحدة تريد المحافظة على هكذا هيكلية، وتريد التغيير من داخل الهيكلية للمحافظة على تواجدها، لأنها تخشى إذا جاءت حكومة وطنية بإرادة عراقية ستعمل هذه الحكومة على ترسيخ السيادة العراقية بالكامل، ومنها الخروج الإيراني والخروج الأمريكي من العراق. سيد عبد القادر، هناك مراقبون للمشهد يقولون إن مجيء شخص يمثل صقور الشيعة سيضر بمصالحهم في هذه الفترة، كيف تنظر إلى ذلك؟ من المعلوم تماما أن كل هؤلاء لأنهم يريدون تسيير المصالح الإيرانية، لذلك هم يبحثون عن إبقاء العجلة وإبقاء ما هو عليه لحين إيرادات سيناريوهات كثيرة، لا سيما أن اليوم الولايات المتحدة أيضا منشغلة بجانحة كورونا اجتاحتها، وربما ستكون الأيام القادمة كما أعلن رئيسها ترامب قاسية بسبب ارتفاع عدد الوفيات في نيويورك وفي أمريكا على وجه التحديد، لذلك هي تريد البقاء على ما هو عليه لحين رسم ملامح التغيير القادمة على مستوى العالم وليس على مستوى العراق في ترسيخ البلدان التي تكون موالية، لأننا حقيقة ربما سنشهد انتقالات كثيرة سياسية عبر ما يحدث الآن من أزمة كورونا، لذلك هي تريد إبقاء الحال على ما هو في العراق. هناك خدمة لصفقة القرن أن يبقى العراق ضعيفا، بالتالي تبقى الفوضى أو صناع الفوضى داخل العراق هي الأساس في عملية تمرير ما يريدونه من مشاريع سياسية في المنطقة ومن تواجد. اليوم الولايات المتحدة تسعى إلى التواجد الفعال بحجة محاربة ميليشيات، وتارة أخرى دخلت بحجة محاربة الإرهاب وداعش، واليوم تترسخ من خلال بناء قواعد أمريكية فيها منظومة الدفاع الجوية التي أنشأتها يوم أمس في قاعدة عين الأسد غرب الأنبار، لذلك هي تريد استكمال تواجدها حتى يتم النقاش في عملية أن يكون هناك رئيس وزراء قادم. ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط اللندنية التي تؤكد أن واشنطن تعاقب كيانات الحرس الثوري المتورطة في تهريب أسلحة للعراق واليمن، وذلك نقلا عن وزارة الخزانة الأمريكية، وشملت هذه العقوبات 15 شخصا وخمس شركات إيرانية لدورها في نقل السلاح إلى العراق واليمن. هل العقوبات الأمريكية لها دور فاعل برأيك؟ أولا العقوبات الأمريكية حقيقة قرارات تخص الولايات المتحدة الأمريكية، القرار الناجع عندما تكون هذه القرارات ممثلة بمجلس الأمن الدولي الخاضع للأمم المتحدة حتى تلتزم جميع الدول العالمية. هذه القرارات حقيقة لا تلزم لا الدول الأوروبية ولا الدول الشرق أوسطية في عملية وضع لوائح الإرهاب على شركات وعلى شخصيات من الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي نعم هذه الخطوات متأخرة لكنها حقيقة كشفت للعالم مدى صحة القوى العراقية التي كانت تحذر من أن إيران تنشر الإرهاب والفوضى في دولنا العربية. لذلك حقيقة هذه القضية اعترفت الولايات المتحدة بإرهاب الحرس الثوري الإيراني التي هي معلومة للقوى الوطنية المناهضة للاحتلال العملية السياسية في العراق، لذلك هذه العقوبات لن تجدي نفعا إذا لم تكون بمستوى دولي. ثانيا أن هذه الحقيقة الإجراءات البطيئة لا يمكن أن تنجح في ظل سيطرة هذه الشركات وقيادات الحرس الثوري الإيراني على المال العراقي من خلال تصدير بضائع إيران، ومن خلال الإشراف على التجارة في العراق، ومن خلال البنوك الموالية أو البنوك لأحزاب وشخصيات معروفة داخل العراق كبنك الهدى الإسلامي وغيره الذي يحول الدولار يوميا بملايين الدولار من البنك المركزي العراقي.
صحيفة القدس العربي اللندنية تنقل عن وول ستريت جورنال: الميليشيات في العراق تنتقل لنهج أكثر سرية ضد الولايات المتحدة، مما يزيد من تعقيد رد إدارة ترامب على الهجمات ضد القوات الأمريكية. برأيك ما طبيعة هذا النهج الذي تعتبره الميليشيات أكثر سرية؟ أولا، الميليشيات تسيطر على الحكومة، وقضية مهمة أن أجهزة الأمن في الدولة هي التي ترعى سرية هذه الميليشيات وتنقلهم، فضلا على أنها تمنحهم الحصانة من حيث يستخدمون هوية الدولة في مؤسسات الأمنية وسلاح الدولة المرخص وسيارة الدولة في عملية تنقلهم. لذلك القضية ليست تعتمد على ذكائهم أو شطارتهم في عملية التخفي أمام الولايات المتحدة، والولايات المتحدة تعلم بذلك، أن جميع وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والأمن الوطني وما يسمى بهيئة الحشد كلها خاضعة في خدمة هذه الميليشيات، حتى منها الغير مسجلة كميليشيات النجباء وحزب الله الذين يقولون نحن لسنا جزءا من هذه الدولة ونتواجد بأننا فصائل. لذلك حتى إيران تعتمد على هذه القضية من خلال تنقلاتها خارج العراق عبر السفارات العراقية ومحطاتها. لذلك القضية تزداد لأن الدولة تحميهم ومؤسسات الدولة في العراق والحكومة تحميهم وترسل لهم خطوط سرية في ذلك، منها حقيقة هو عملية تغيير أسمائهم في عملية قصف الولايات المتحدة لمقر تواجدهم وقواعدهم في العراق. لكن هذه القضية لن تعيق إذا كانت هناك جدية حقيقية في محاربة هذه الميليشيات، كون الحاضنة التي كانت ترعى أو تزود أو تدفع بالشباب للتطوع لهذه الميليشيات أصبحت ضد الميليشيات بنسبة 100%. نعم، سيد عبد القادر في ذات الموضوع يقول: رمزي مارديني الباحث في معهد الولايات المتحدة للسلام التابع للكونغرس الأمريكي: إن الاستراتيجية الآن هي إنشاء مجموعات جديدة يمكنها القيام بالعمل القذر، ومع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران برز العراق باعتباره ساحة للمعركة الرئيسية. ما هو هذا العمل القذر، ولماذا العراق هو الساحة الرئيسية له برأيك؟ يعني بالتالي إيران اتخذت من العراق ساحة لتصفية حساباتها بتواطؤ من العملية السياسية وأحزاب السلطة وميليشياتهم مع الولايات المتحدة في الحرب بعيدة عن الصدام المباشر. لذلك من يتحمل إيجاد هذه العصابات القذرة وهذا التخطيط على العراق هي أحزاب السلطة الموجودة في العملية السياسية الحالية المشكلة للبرلمان وللحكومة التي تتصارع على مناصبهم دون أن يكون هناك رؤية للمصلحة العراقية وللسيادة العراقية، فمن أنهى السيادة العراقية هؤلاء. بالتالي هذه حقيقة تكريس لتجربة الفوضى الخلاقة التي أنشئت في العراق ما بعد 2003، وكان لمسؤولية الأمن الوطني الأمريكي فيها جذور، وبالتالي أنشأوا هذه المجاميع الإرهابية القذرة أيام المقاومة العراقية عندما تم تصفية علماء عراقيين وتصفية حقيقة كوادر عراقية وحتى لرجال المقاومة من خلال العصابات القذرة. بالتالي هم يمتلكون هذه التجربة، لذلك هم يريدون عملية تأسيسها مرة أخرى في العراق، لأن الحقيقة هذا يؤكد على أنهم غير جادين في الحل النهائي بالعراق، إنما يريدون بقاء الحال على ما هو عليه من أجل زيادة الخنادق والاشتباك داخل العراق، وبالتالي تكون الحروب غير المباشرة من أجل تحسين عملية التفاوضات في العراق. سيد عبد القادر، ننتقل إلى الشأن الاقتصادي. تتساءل صحيفة المدى العراقية: كيف سيواجه أصحاب الدخل المحدود في العراق سيناريو إطالة فترة منع التجوال؟ فقد أدخل فيروس كورونا الفزع في نفوس العراقيين، ما المتوقع إزاء ذلك؟ فيروس كورونا حقيقة انتقل إلى العراق عن طريق إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة، بل في الدول العربية واعترفت فيه مؤخرا منظمة الصحة العالمية بهذا الإطار. لذلك العراقيون يمتلكون حلول، لكن غياب السلطة الراعية للعراق وللشعب العراق هي التي حقيقة جعلت المخاوف تدب في لدى العراقيين، لا سيما أصحاب الدخل المحدود. وعندما نقول أصحاب الدخل المحدود، حتى يعلم المشاهد العربي أن العراق أكثر من 50% تحت خط الفقر، وبالتالي نتكلم عن 80% من الشعب العراقي هم كلهم من أصحاب الدخل المحدود. لا. لأنه حقيقة حتى الموظفون في الدولة في العراق رواتبهم لا تكفيهم، من حيث أن هناك إرهاقا كبيرا
لعدم وجود الكهرباء فإن فاتورتها عالية، وكذلك عدم وجود الصحة، وبالتالي وكلهم يدخلون في قضايا إيجار وليس ملك للسكن، بالتالي لا أيضا هم من أصحاب الدخل المحدود، لذلك لا يوجد استراتيجية، وبالتالي هم حقهم من عندما يتخوفون، لأن العراق ذاهب نحو الانحدار الاقتصادي، لا سيما نتكلم نحن عن مديونية ارتفعت خلال 3 أشهر من عام 2020 من 130 مليون مليار دولار مديونية خارجية إلى 140 مليار، فضلا عن انحدار أسعار النفط وعدم وجود خطة لذلك في انتشار الاقتصاد العراقي. هذا ما يؤكد على الاقتراض الداخلي، ومن ثم عدم وجود رواتب الموظفين، وثالثا لا زالت العملة تهرب من البنك المركزي العراقي في مزاد العملة إلى إيران. أيضا سيد عبد القادر، تقرير للخليج الجديد: كورونا يغير خريطة التواجد العسكري الأجنبي في الشرق الأوسط، حيث تتجه العديد من الدول الغربية، يقول التقرير، لتقليص تواجدها وانتشارها العسكري في الشرق الأوسط. ما النمط الجديد لهذه التغييرات في المستقبل؟ النظام السياسي العالمي سيكون عكس ما كان قبل كورونا، فكورونا ستغير النظام السياسي العالمي، ونحن ذاهبون باتجاه القطبية الثنائية، لذلك حقيقة الخارطة ستتغير، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون القطب الأوحد في قيادة العالم، هناك قطب بعد فيروس كورونا ربما ستكون ملامحه بعد الانتهاء من هذا الفيروس في مطلع العام القادم أو في نهاية هذا العام، هو بروز القوى الصينية لمشاركة قيادة العالم للولايات المتحدة الأمريكية، لذلك هذه الخارطة ستتغير بالتأكيد من حيث التواجد العسكري والتواجد الاقتصادي والتواجد في قيادة العالم للقرار. ننتقل إلى زاوية مقالات يكتب مكي حسن في أخبار الخليج البحرينية: المحاصصة تعيق وصول رئيس وزراء نزيه بالعراق، لماذا برأيك المحاصصة دائما تعيق العملية السياسية في العراق؟ لأنه أصل العملية السياسية بنيت على المحاصصة الطائفية من أجل استقطاب قضية تفكيك المجتمع العراقي، وهذا ما جعل من العملية السياسية فاشلة التي أنتجتها الولايات المتحدة بعد الاحتلال بقانون بول بريمر الذي شكل العملية السياسية، ورعتها إيران إلى هذه القضية من أجل أن يبقى العراق ضعيفا، لذلك هذه الأحزاب هي لا تمثل الشعب العراقي، تمثل مصالحها الضيقة، فهي تتدافس على هذه المصالح دون الرجوع إلى مصلحة الشعب العراقي، وما يحدث الآن خير دليل من صراعهم على منصب رئيس الوزراء بين هذه الكتل السياسية. الشعب العراقي يمر بأزمات متتالية، لكنهم لم يفكروا في كيفية معالجة أزمة واحدة، منها الصحة، عدم توفير المستشفيات والأماكن التي من خلالها يتم كشف المصابين بفيروس كورونا الذي تخطى الآلاف في حالاته الغير مكتشفة، لذلك حقيقة المحاصصة تعيق الحزبية لأنها بنيت على أساس المصلحة الخاصة الحزبية على المصلحة العامة وهي مصلحة البلد. أخيرا يتساءل حيدر عبد الرضا في عمان العمانية: هل سنقضي على الفساد في العالم بعد فيروس كورونا؟ ويقول: هل العالم متوجه اليوم للقضاء على الفساد في مؤسساته كما يحاول جاهدا القضاء على فيروس كورونا؟ العالم إذا ما انتفضت شعوب العالم لما أصابها من الضرر فإنها تستطيع القضاء على الفساد لأن مصلحتها كذا، أما إذا بقت الأنظمة والأحزاب بهذا الإطار فإن الفساد لا يمكن أن حقيقة يجعل من ضمائر هؤلاء أن يصحوا، لذلك الفساد سيبقى مستمرا، وجارحة كورونا كشفت الفساد للشعوب التي تضررت من هذا الفيروس بطريقة واضحة تماما، لذلك حقيقة هو يعتمد على ثقافة الشعوب بطريقة واضحة للقضاء على الفساد الذي لولا الفساد لما انتشر هذا الفيروس بهكذا طريقة بسبب ترد الأنظمة وفسادها وعدم القدرة على أن يكون الدافع في إنقاذ البشرية والدافع لمصلحة الشعوب هو المسيطر على الحكم في الأنظمة الموجودة حاليا، لكن فيروس كورونا حقيقة قتل الديمقراطية وكشف أن لا ديمقراطية موجودة في العالم. في ختام اللقاء أشكرك السيد عبد القادر النايل، الشكر الجزيل على هذا اللقاء. حياكم الله. مشاهدينا، كان معنا السيد عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي، حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة من أسبوع الصحافة، لكم التحية والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.